معاني لهذا اليوم، معاني وطنية، معاني ثقافية، معاني اجتماعية ومعاني اقتصادية. اليوم يوم الأرض، وكان هاي مبادرة لأنه كمان إحنا إلنا تقريبا عام من أجل الحفاظ على صحتنا، الابتعاد عن التجمعات، هذا الوباء. اليوم كان هذا النشاط في الهواء الطلق بإجراءات سلامة عامة بأعداد مش كبيرة بالنسبة للمنطقة اللي هي فيها، وإله رمزية إنه يوم الأرض بالأمل برغم الألم. إحنا بنستذكر شهداء، نستذكر عائلاتهم، ولكن مش بالشعارات، بالحياة معهم في تفاصيل حياتهم. أهالي الشهداء، أهالي الأسرى اللي هم شهداء أحياء، الجرحى، المبعدين، هم بحاجة لوقفة منا دائما، لهم ما استشهدوا ولا انجرحوا ولا انأسروا من أجل عائلاتهم الصغيرة. هم كل هاي التضحيات صارت من أجلنا ومن أجل فلسطين. الرحمة للشهدائنا اللي كان يوم الأرض باسمهم في الداخل الحبيب. هاي الناس اللي هي معاناتها كبيرة ولكن صمودها كبير، مسكت في الأرض وظلت صامدة فيها برغم كل القهر، الإرهاب، العنصرية اللي تمارس عليها في الداخل. كان للمشروع أبعاد أيضا اقتصادية، المشاريع خصوصا الصغيرة، خصوصا المشاريع النسوية الشبابية، يعني اتضررت كثير في ظل الكورونا، فخلق فرص إبداعية جديدة حتى ما يكون هناك بطالة للشباب والصبايا. كثير ناس شاركوا اليوم من فئات اقتصادية، من سيدات كبيرة حافظت على زيها وعلى مائدتنا الفلسطينية، من الخبز، من الأكلات اللي حتى هذا الاحتلال حاول إنه يسرقها، زي ما سرق الأرض وسرق المي وسرق كل شيء. ولكن الأرض إلنا، رح تبقى إلنا بصمودنا، بسواعد شبابنا وصبايانا اللي راهنوا عليهم، من الكبار بموتوا وصغار بنسوا، ما حد رح ينسى وما عمر احتلال على وجه أرض. الرحمة للشهداء، سنبقى صامدين برغم الظروف الصعبة. اليوم إحنا في رام الله، وإن شاء الله بنكون في القدس، عاصمة محررة لدولتنا الفلسطينية. اليوم إحنا موجودين بإطلاق بوصلة. بوصلة هو مشروع شبابي ريادي جديد لتشجيع السياحة الداخلية بفلسطين، لتسليط البوصلة والضوء لكل شخص بسعى للمحافظة على الهوية الفلسطينية، الأرض الفلسطينية، الحضارة الفلسطينية، الإرث الفلسطيني. بدنا نحافظ على بلادنا، بدنا نحافظ على موروثنا الثقافي، بدنا نحكي لكل الناس ونعكس لكل الناس جمالية فلسطين. هذا المشروع هو مشروع شبابي وفكرة ريادية أيضا لتعريف كل الشعب الفلسطيني على أرضه، من أجل التعرف على جميع أرضه، ليس فقط في رام الله، في كل أنحاء الوطن الفلسطيني، في داخل أيضا 48. دائما هذه الأفكار الريادية الشبابية نحن داعمين لها، لأن فعلا هذا فكر جديد وفكر شبابي جديد. فكل الدعم للأخت عرين الرناوي صاحبة هذا المشروع، صاحبة هذه الفكرة اللي هي فكرة جديدة أيضا علينا. وهنا إحنا موجودين هون أيضا في الطبيعة للتعرف، يعني في كثير ناس اليوم إجوا على هذا المكان، مكان رائع، مكان يعني سحرنا بجماله وبطبيعته، بهاي الأشجار اللي حوالينا، بأشجار الزيتون المباركة الفلسطينية أيضا. مشروع بوصلة هو مشروع وطني فلسطيني بامتياز، لأنه عندنا أماكن سياحية داخلية في فلسطين رائعة، الناس كثير منهم ما شافوها وما بعرفوها. مشروع جدا رح يكون رائع، مشروع رح يعمل نقلة نوعية حتى في نطاق المجال السياحي بفلسطين، لأنه هيك رح نتعرف على كل منطقة موجودة بفلسطين، إن كانت أثرية ولا منطقة للاستجمام. وجود خضرة بهذا المشروع هو دعم لبوصلة، وأيضا بوصلة دعم لخضرة، بأنه المنتجات الفلسطينية تكون موجودة حتى برحلنا زي ما هي بدها تكون موجودة بالبيوت. فخورة جدا في تماسك الناس، في حبها للأرض وللوطن وللعطاء. بتمنى أنه دائما هذه الفعاليات تصير حتى نثبت جذورنا في الأرض ونثبت أرضنا على أرض الواقع، نفرجي العالم كله إن إحنا مهما وصلنا لأي ظروف صعبة، إحنا موجودين في أي مكان وفي أي لحظة، في كل الصعوبات اللي إحنا بنمر فيها إحنا صامدين.